فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله ما يتعلق بالتصوير، هل يجوز تصوير بعض الصور عن يوم القيامة وعن لا هذا شيء يفعله بعض الشباب وبعض من باب الدعوة إلى الله، يقولون يصورون النار ويصورون الجنة ويصورون الأنهار، هذا ما يجوز، هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يجوز هذا العبث. نعم، والدعوة إلى الله ليست بهذه الطريقة، دعوة إلى الله بالكتاب والسنة، ترغيب والترهيب والبيان. نعم، حفرون قبر يقولون هذا للدعوة إلى الله والتذكير، ذكره بالقرآن يا أخي، ذكر بالقرآن من يخاف وعيد، اللي ما يتذكر بالقرآن ما هم تذكر بحفرة تحفرة له، هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان. نعم.